وفقرة ملف النشرة نخصصها اليوم لمسألة تزايد القلق في ألمانيا إزاء اللجوء إلى العنف من جانب المجموعات المتشددة من اليمين المتطرف، والذي برز من خلال الحوادث التي وقعت طوال اليومين الماضيين في منطقة كيمنيتس وسط أجواء توتر بشأن مسألة الهجرة. للتفصيل أكثر في أسباب ما يقع في ألمانيا من اضطرابات ومطاردات تنضم إلينا زميلة فاتحة أعلي في الاستوديو. أهلا بك فاتحة. أهلا محمد. يظهر أن اليمين المتطرف يستقطب المزيد من المتعاطفين معه ويعيش أزهى أيامه في ألمانيا، وهذا العداء ضد الأجانب تغذيه بالضبط حركتين، حركة بيجيدا المتطرفة وحزب البديل من أجل ألمانيا. طيب تفضل. أهلا بكم. سارع متطرفو مدينة كيمنيتس وجميع أنحاء منطقة ساكسونيا سارعوا إلى تحريك الرأي العام ضد الهجرة وضد سياسة حكومة أنجيلا ميركل بناء على واقعة قتل ألماني طعنا بالسكين في مدينة كيمنيتس. بالنسبة لمن يقف وراء هذه التحركات، فهم بالأساس أنصار حركة بيجيدا المتطرفة المعادية للإسلام والناشئة في مقاطعة ساكسونيا بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب المعارضة الرئيسي في مجلس النواب في برلين. بالنسبة لحركة بيجيدا فانطلقت من مدينة دريسدن في مقاطعة ساكسونيا وأعلن عن تأسيسها شهر أكتوبر 2014، وكلمة بيجيدا هي اختصار لعبارة وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب. بدأت الحركة بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أسسها شخص يدعى لوتس باخمان. لم تلقى حركة بيجيدا اهتماما في بداية انطلاقة مسيرتها الأسبوعية، لكن تنامي أعداد المنخرطين فيها والمشاركين في مسيراتها واتساع نطاقها خارج مدينة دريسدن أثار انزعاج الألمان شعبا وحكومة، وأثار كذلك تخوفات من أن هذه الحركة تهدف إلى جعل العنصرية واقعا سياسيا وإلى تسميم الأجواء السياسية وإثارة الكراهية. من جهتهم يعتبر المتعاطفون مع هذه الحركة أنفسهم ضحايا يريدون حماية أنفسهم من اللاجئين والأجانب كما يدعون. أنصارها غالبيتهم من الرجال ويطالبون خلال مظاهراتهم بما يسمونه سلطة الشعب. يهتفون بثقافة المسيحية للغرب في الوقت الذي يعتبر فيه شرق ألمانيا الأقل تدينا بالمقارنة مع جميع أنحاء أوروبا. في 21 من يناير 2015 أعلن زعيم حركة بيجيدا لوتس باخمان استقالته من رئاسة الحركة بعد أن قدم اعتذاره عن نشره تعليقات مسيئة للاجئين. وكانت صحف ألمانية وعلى رأسها صحيفة بيلد الشعبية قد نشرت له صورة بقصة شعر وشارب يشبه أدولف هتلر زعيم النازية. وفي رأي الكثير من الخبراء تعود أسباب نشوء هذه الحركة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية وتوسع دائرة البطالة في ألمانيا وانخفاض معدلات الأجور. هذا الإحباط يجد له متنفسا من خلال معاداة اللاجئين وتنظيم مظاهرات ومسيرات عنصرية. من جانب آخر تجب الإشارة إلى أنه كرد فعل على المسيرات الشعبية المناهضة للأجانب تستقطب المسيرات المضادة أعدادا أكبر من الناس. في هذا السياق يعتبر العديد من المتتبعين أن الشريحة المعادية للأجانب في ألمانيا ستتقلص من جديد عندما تنجح السياسة في إدارة ملف اللجوء بكيفية واضحة، وهو الرهان الذي تسعى إليه المستشارة أنجيلا ميركل. شكرا لك محمد. فاتحة وعلي على هذا الملف.